مجمل هذه المواضيع وغيرها من الشؤون السياسية والحزبية نستضيف معنا في الاستوديو في بث حي ومباشر نصر صنع الله رئيس مجلس دير الأسد السابق والمحامي زكريا إغبارية. أهلا ومرحبا بكما. أهلا بك. السؤال التالي نبدأ مع الأخ نصر، كيف تقرؤون أنت وزميلك الأخ زكريا، كيف تقرؤان دعوة القائمة الموحدة الحركة الإسلامية إلى عقد اجتماع فوري لرباعية القائمة المشتركة؟ كم من الوقت تحتاج مركبات القائمة المشتركة بعد لترتيب أوراقها الداخلية، خاصة وأنه بقي أقل من شهر على موعد تقديم القوائم الانتخابية؟ أعتقد أنا أنه اجتماع من هذا النوع هو ضرورة، وضرورة مستعجلة وملحة، ولكن بحب أنوه وأقول أنه هذا مش موقف الحركة الإسلامية بس، إنما هو موقف كل مركبات القائمة المشتركة اللي كلها معنية بالشراكة أو استمرار الشراكة وعدم تفكيك هذه القوة التي جابت نتائج منيحة لوسطنا العربي. طبعا إحنا مش في صنع القرار ولا في الداخل، ولكن أنا بضم صوتي لكل اللي بينادوا بالإسراع بإتمام المفاوضات وتشكيل القائمة حتى نسكر الطريق على كل الناس اللي عم بزودوا وعم بيحكوا كثير على تفكيك القائمة المشتركة. واللي بحب أقوله إنه أكثر الناس اللي بيحكوا بهذا الموضوع هن ناس اللي ما بصوتوش عادة، بس بدهم يستغلوا مواقف. الناس المبدئيين اللي بصوتوا اللي بيعرفوا مصلحة شعبنا كلهن مع المشتركة ومع الشراكة بالرغم من الخلافات في الأسلوب وغيره وغيرات، ولكن كلياتنا مع المشتركة لأنه أثبتت المشتركة أنه هي الجسم الفعال واللي بيقدر يأثر في الحكومة. والبرهان على هذا أنه اليوم كل الأحزاب اليهودية أو الصهيونية خلينا نسميها غيرت من سياستها وبطلت ضد الأحزاب العربية. يعني بيقولوا إحنا ضد الأحزاب العربية، ولكن بنقول المواطنين بيحاولوا إنه يدقوا إسفين بين المواطنين وبين بس جملة واحدة، فأنا بتصور إنه إحنا فاهمين هذا الإشي، مش رايحين ومش لازم نسمع إلهن. القائمة المشتركة يجب أن تستمر في خلافاتها الشرعي وطبيعي وصحي أيضا، ولكن المفروض أنه نحافظ على هذه الوحدة لأنها هي اللي بتجيب النتائج اللي لازم تكون. الآن دعنا نستمع إلى وجهة نظر الأخ زكريا إغبارية في هذا الموضوع. باعتقادي اجتماع مركبات المشتركة أو اجتماع الأحزاب العربية اليوم لا يزيد شيئا عند الناخب العربي اللي فقد الثقة بقيادته بالمشتركة وباللجنة المتابعة وأيضا باللجان الشعبية المنبثقة عنهم، بعد ما أعطوا 15 عضو، بعد ما طلعنا بالمساجد ونادينا، بعد ما طلعنا بسيارات ونادينا وعملنا تجييش لكل المواطنين على أساس أنه كديش يكون عدد أكثر. للأسف الشديد المشتركة المشتركة ما عالجت قضايا المواطنين من ناحية اقتصادية، من ناحية العنف، ومن ناحية البناء. إذا نرجع لورا شو وعدت المشتركة غير شعار ركلو بيبي، كان عندها وعود بالبناء والجريمة. للأسف الشديد الجريمة زادت ما يقارب 20%، ونسبة الهدم البيوت زادت أكثر وأكثر. فلذلك اجتماعاتهم اليوم وبكرة من أجل إنه يطلعوا بشعارات جديدة على نفس الوجوه، نفس المرشحين نفس الوجوه، هذا لا يزيد عند الناخب العربي ولا يزيد منطقته. إنك تعقيب على أكواله يعني طبعاً بالتأكيد أنت كنت جملة قبل قليل بأن هؤلاء الذين يطالبون بمثل هذه المواقف لم يكونوا عادةً يبقوا أكثر ممتنين عن التصويت، بس اللي بحب أقوله أنه لو ما كانت شاي القوة المشتركة مش مسؤولة عن العنف في وسطنا العربي أكثر مما أنا وإنت وغيري وغيراتك مسؤولين. المسؤولية الأكبر هي بتقع على السلطات المحلية اللي هي متواجدة مع الأهالي يوم يوم، هن عملهن بأكبر من هيك إنه يساعدوا في هذا الموضوع.
بديش احكي عن دور الحكومه في هذا الموضوع، احنا بنتجاهل انه الحكومه هي المتلكئه اشهر طويله ما اقرتش الخطه لمحاربه العنف، ما فيش ميزانيات، فيش كشف جرائم، فيش كل هاي الاشياء. احنا نقيم التهمة اللي على غيرنا ونحطها فينا، أنا بتصور إنه إحنا عمالين كثير من نحكي على المشترك ومنحملهم أكثر من الطاقة اللي هن فيها. أنا اللي بقوله إنه المشتركة بخلال هاي الفترة بعكس ما أنت قلت كان لها إنجازات كبيرة، والبرهان على هذا إنه كيف قلت قبل شوي إنه الأحزاب كلياتها اليوم بتركض وراء الصوت العربي، لأنه عرفت إنه بوحدتنا وقت ما عندنا 15 عضو كنيسة فش واحد بيقدر يشكل حكومة. إسا هن حاولوا عرفوا هاي الحقيقة، صاروا بدهن يدقوا سفين بين المواطن وبين النواب العرب، وهذا الشيء اللي مش لازم احنا نعطيهن اياه. العكس هو الصحيح، اليوم الاحزاب اليهوديه او الصهيونيه من ميرتس حطت اول 5-2 عرب، اليوم سعر بقول لك بده يحط عرب، نتنياهو بقول لك بده يحط وزير، هذا كله شو سببه؟ هذا سببه واضح انه بعد كل الاستطلاعات اللي عملوها وجدوا انه المواطن فقد الثقه بالقياده وبالمشتركه، من هون اجت الفرصه انه ينهشوا كل هاي الاصوات اللي من الناس اللي فقدت الثقة بقيادتها. نسمع الأسماء، مين الأسماء اللي عم بتدور حتى تكون بهاي الأحزاب، ولكن الأسماء بنعرفها كلها، بنعرف هذا المصطلح الموجود دائما، يا أنت معنا يا انت ضد الخط الوطني، يا انت معنا يا انت خاين. طب اذا انت انا بتفاجئ، مع احترام لك بتفاجئ انا من جوابك، بتقول لي انه ما لهمش دور النواب العرب في الحوار مع الطرف الاخر وهي الحكومه بالنسبه لموضوع العنف. انا بقول انه هاي مسؤوليه السلطات، وبسبب الميزانيات، كلة الميزانيات. شو كلة الميزانيات؟ هذا فشل الميزانية، هذا فشل السلطات المحلية، فشل البلديات في إدارة. لا، ميزانية هاي كذبة، هاي كذبة، هذا كذبة. فرق بين السلطات المحلية وبين القائمة المشتركة. مشكلتك أنت في بيتك وأنا في بيتي وهو في بيته والرئيس المجلس وعضو المجلس والعيلة. بس منصور حاول مرة يقعد مع نتنياهو على موضوع الجريمة، خونوه. شو بتساوي معاه؟ شو بتساوي معه؟ خونوه لمنصور، كيف انت بتقعد معنا التانيه؟ طب انا موديك ليش انا موديك على الكنيسة 15 عضو؟ كانت حجتك بدنا اكثر اعضاء، خذها هي اكثر اعضاء، خذها هي 15. ما حدا، هل هناك كانت جلسة تنسيق ترتيب اشي مرتب مرة واحدة قدمتوها المشترك قدمتوها للحكومة بموضوع العنف؟ ما حط عرض منصور في الاجتماع مع رئيس الحكومة أو مشاركة رئيس الحكومة في الاجتماع، كان هنالك تعليق على جملة واحدة، عدم التنسيق الموضوع، كان هنالك تعليق على جملة واحدة إنه الشرطة منعت مئات الضحايا في الوسط العربي، وهذا إشي مش مزبوط. على هاي كان النقاش. أما مش الأخ نصر والأخ زكريا، ابقى يا معنا، سنعود إليكم لمواصلة هذا الحديث. إلى الضيفين العزيزين في الاستوديو، نصر صنع الله والأخ زكريا إغباري. طبعا طلبنا منكم أن تتابعوا معنا هذا التقرير، وكل منكم يتناول زاوية واحدة من أقوال المشاهدين. طبعا هذا التقرير هو بيقول شو الشارع العربي بيقول، وشفنا انه الشارع العربي بده الوحدة، الشارع العربي مع المشتركة مآمن بالطريق، مآمن بالعمل. ندعو القائمة المشتركة انها تسمع هاي الاصوات وتسرع في انجاز القائمة وتركيبها باسرع وقت. بس حبيت اقول كمان كلمة، انه احنا بكفي انه نسمع شعارات. نتنياهو إذا بده يكون صادق أو غير نتنياهو من الأحزاب، شفنا إحنا حتى بعد الاجتماع، اجتماع لجنة العنف في الكنيسة، كان هنالك عدة جلسات في الكنيسة، كان في محكمة العدل العليا بالنسبة لقانون القومية عارضوا معارضينه. إذا كانك أنت هالقد بتحب العرب وبدك مصلحتهم، اتفضل اطلع بتصريح، بديش أقول حطه في برنامج الانتخابات، بديش أقول اعمل جلسة حكومة بكرة وغير قرار، تفضل غير في قانون القومية، دخل المساواة، قانون كامينتس،
هدم البيوت وإلى آخره، محاربة الجريمة يكون فيها إيش عملي، أما مش نضلش نأجل بهاي المواضيع وبس نحكي حكي. شو اللي بمنع نتنياهو وغيره وغيراته أنه يعملين؟ ما هن الحكومة، ليش إحنا لازم نصدقهن وقت ما بيعملوش؟ إسا بيقدر بكرة يعملها، تيعملها مني إلنا حديث ثاني. نسمع الأخ زكريا ما تقول. تعليقات الإخوان بن ناصر مع المراسل صالح، هي تمثل طبعا جميع المواطنين بالداخل، وإحنا طبعا لا ننسى إنه نتنياهو ما قام به من قانون القومية وقانون لم الشمل وحظر الحركة الإسلامية وأيضا الشعارات العنصرية مثل بالانتخابات قبل دورتين إنه العرب يهرولون إلى الصناديق. طبعا احنا مش راحين ننسى، وشعبنا واعي إنه لكل هاي المصطلحات اللي كان يذكرها وكل هاي القوانين اللي سنها، وطبعا احنا راحين نقوم شبابنا الواعي راح يكون بحملات من أجل منع الشباب بالتصويت لهذه الأحزاب وبالأخص لنتنياهو، ولكن بنفس الوقت احنا لازم نستوعب انه الأعضاء المشتركة للأسف الشديد ما دام نفس الوجوه ونفس الأسلوب هذا إشي بيحرك الدم. ما بقدرش انت ضلك تسيطر على عواطفه بالدقيقة 90 وحدة عربية يا عمي، لازم تغيروا الاسلوب. معلش بس للمشاهدين هيك بنص دقيقة، لجنة المتابعة كيف تركيبة لجنة المتابعة؟ بس للأحزاب، ممنوع أي واحد مستقل يفوت عليها. اللي المستقل اللي بفوت على لجنة المتابعة وبدي يترشح لازم يصوتوا له من المركبات من الأحزاب. هذا الدستور هذا الدستور تبع لجنة المتابعة. إذا المستقل أنت ممنوع تفوت، أنت بس واجبك تصوت. الأحزاب المشتركة أعضاء المشتركة كلها حزبيين، ممنوع مستقل حدا يفوت. اللجان الشعبية برضه نفس الوضع، اللي هي منبثقة اللي داخل المدن والقرى اللي هي منبثقة على لجنة المتابعة، ممنوع حدا يكون مستقل. المستقل قد يكون خاين، هذول بس لازم يكون من عندهم. فإحنا واجبنا كالمستقلين، إحنا اللي محروكين دمنا دائما، إحنا اللي بتعز علينا، إحنا اللي بيستغلونا نطلع بالمساجد وبالسيارات وبالدقيقة 90. فإحنا بنناديهم كمان مرة، شبابنا بدون مسكن، شبابنا ببطالة وضع اقتصادي صعب جدا، موضوع العنف مش بس موضوع الجريمة، موضوع العنف، حالات الطلاق 30% نسبتها، العنف اللي داخل العائلة ما فيش إلها بالمرة أي نوع علاج. للأسف الشديد القائمة المشتركة بدل ما تبحث على القاسم المشترك اللي مثلنا كلياتنا مندور وين في خصام. يعني خلينا نأخذ موضوع اللي هو موضوع الطحيني، كانت هبت المشتركة هبة واحدة على موضوع الطحيني وعلى طحينة الأرز، هبت هبة واحدة. أما موضوع ثاني اللي يجوا على الجوهة بنفس الهبة، لا للأسف الشديد ما شفناش منهم. طيب على كل حال، مثل ما الجانب الآخر من أقوال المشاهدين أو الذين تم الحديث معهم في الناصرة يرون بأن القائمة المشتركة يجب أن تتواصل عملها، يجب أن يكون هناك رأب للصدع إذا في خلافات، والأمور المختلفة عليها يمكن التغلب عليها، ومثل المواضيع التي تطرحها يمكن التغلب عليها. يعني في الآخر يريدونها قائمة مشتركة واحدة. بالتأكيد إحنا من ضمن صوتنا لهذه الأصوات، وبالعكس إحنا ندعو كل المواطنين أن يخرجوا للتصويت. وإذا كانت المشتركة 15 عضو المرة اللي فاتت، المفروض حتى إحنا نحقق اللي بدنا إياه هاي المرة يكونوا 17. أي حكومة جديدة أخ زكريا تتوقع أن تتشكل بعد الانتخابات، وما أبعاد هذه الحكومة ستكون على المجتمع العربي؟ بالنسبة لنا إحنا بالوسط العربي ننظر لأي شخصية مرشحة لرئاسة الحكومة كلياتهم كيف بيقولوها بالعامية زي الستيك على النحتين نفس الوجه. يعني كان نتنياهو لما جاش نتنياهو هي نفس السياسة المتبعة منذ عشرات السنوات. إحنا تعويننا مش على على رئاسة الحكومة، وإنما على أعضائنا اللي إحنا ودناهم وصلوا رسالتنا للطرف الآخر اللي هي لحكومة إسرائيل. إحنا كل اللي طلبناه فقط الجلوس مع الطرف الآخر من أجل حل مشاكلنا. وهذا صدقني يعني إذا تاني يوم أجى نتنياهو ولا غير نتنياهو ركبي بلو بيبي، فهي الشعارات كلياتها مش راح تقدمني ولا لأي تنوع خطوي.
يريد أن أسألك بالنسبة لتصريح نتنياهو عندما قال أنا لست ضد العرب وإنما أنا ضد الأحزاب العربية، يعني ما الفرق بين قول نتنياهو وقول الأخ زكريا عندما يقول أن هذه الأحزاب لا تقوم بواجبها؟ الأول إشي الأخ زكريا ما قالش بالضبط ما بتقومش، هو عنده شوية انتقادات أما ما بنكر ما أنكر دور وعمل القائم المشتركي، بده أكثر شرعي إنه يكون في إنه نقاش وإنه نطالب أكثر هذا، أما إنه ننكر الدور إنه ما فيش إشي ونحمل المشترك مسؤولية الحكومة وكأنها هي الحكومة هي اللي بتقدر تعمل، هي عند الميزانيات عندها، ولكن إذا إحنا منراجع ملفات الكنيسة جلسات الكنيسة بنشوف إنه الطرح تبع أعضاء الكنيسة العرب في الكنيسة في كل المواضيع اللي بتهمنا يوميا هي أكثر من 95% والأشياء المختلف عليها بتجيش 5%، فلذلك النقطة الثانية هي أنه دائما إحنا من التغيير التغيير. طيب في أعضاء كنيسة إلين ملينش سنتين ثلاثة، ليش بس هذا الإشي عنا إحنا اللي مننتقده؟ عند اليهود أعضاء الكنيسة إلين 30 و40 سنة منسمعش هذا الحكي وبعدين مستمرين، بس بنجزوا احنا يوم يوم بدنا تغيير. انا مش انه ما بدي، انا مش انه ما بديش تغيير بدي. لك فترة معينة ينتهي اداء عضو الكنيسة، يعني 3 فترات، وحتى في الجبهة فترتين، في الجبهة فترتين، اما لانه هاي الكنيسة الكنيسة الاخيرة ما كانتش كنيسة تامة، كل شهرين 3 انتخابات صارت الخربطات، اما في تغيير، اما بلاش دائما احنا تغيير 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 بدنا اياه. اعطيني انجاز واحد، خلينا نروح نصوت لهم انجاز واحد اللي عملته المشتركي، اعطيني انجاز واحد خلينا نروح نصوت لهم ونتحمس. واحد الانجاز الشيء اللي احنا طلبنا فيه او من الوعودات اللي وعدونا فيه. انا بقول لك الانجاز الكبير والاول والوحيد والاخير اللي للمشتركي هو انه تحول الراي العام في اسرائيل وخاصه كل المتطرفين نتنياهو امثاله اليوم بدين العرب، هذا بقوة المشتركة وبعمل لولا عمل المشتركة ولولا ما بيعرفوا انه بدون الصوت العربي وبدون المشتركة بيقدروش يعملوا اللي بدهم اياه، ما كانش بيكون هذا التحول، التحول اللي هو احنا بعدنا مش مصدقينه، بتأمل انه يكون صادق انه يتحول. يعني هذا الانجاز هذا الانجاز الوحيد اللي عملوه، غير على المستوى كل القوانين احمد الطيبي له 20 قانون، ايمن عودي له 30 قانون، كل القوانين الظاهر انك انت بتتابعش مع اسف، يعني أنا مش عارف الان الوقت يدركنا، ولكن كل واحد سؤال قصير. امس صرحت عضوة الكنيسة يوليا ميلونسكي من اسرائيل بتونه حول موضوع اتفاقية الاصوات، قال لا أعرف لماذا لا يقولون لا يوجد لدى نتنياهو من يبرم معه اتفاقية، عليه أن يذهب إلى الدكتور منصور عباس. والسؤال هل هناك إنه إمكانية إنه يكون في اتفاقية تشرد؟ هذا السؤال يمكن أن يجاب عباس. منصور عباس لن يكون منصور عباس حزب اللي يقدر يوقع، منصور عباس جزء من المشتركة وإذا يستمر يكون جزء من المشتركة، والمشتركة مش رايحة توقع فائض أصوات لا مع نتنياهو ولا مع كل الأحزاب اللي مثل شايفون. غلطتنا وين غلطتنا؟ رجعنا لنفس الوضع، يعني فائض أصوات قد يكون برضو لصالحنا، قد يكون لصالحنا، بس خلص احنا مسكرين. لا فيش عندهم برنامج بالمرة بتاتا، خلص ماخذين انه لا انت تقربش علي. عادة فائض الأصوات الى الأقرب من ناحية من نهج والسياسة، كل إشي القريب بين برنامجك وبرنامج نتنياهو ولا واحد بربطهم ولا واحد. هي ربما كانت على سبيل الدعابة، يعني لم تقصد أكيد. بالمناسبة الصحافة وخاصة العبرية هي اللي أججت كل الموضوع وفتحته أكثر من اللازم وتحكي على هذا الموضوع، وإلا لولا الصحافة العبرية اللي معنية بهذا الإشي وبمعنى الخلاف ما كانش الموضوع بيكون مطروح بالشكل اللي هو مطروح فيه. طيب نحن أدركنا الوقت، شكرا لحضوركم نصر صنع الله رئيس مجلس دير الأسد السابق، أهلا وسهلا فيك، والمحامي زكريا أغباري من أم الفحم، شكرا لحضورك للاستوديو. إذن أعزائنا المشاهدين نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة البرنامج الإخباري هذا اليوم من قناة هلا.